وبمناسبة الاحتفال بعيد الفصح المجيد، نظمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم الصماق حفلاً للأطفال بمشاركة أهاليهم من مختلف الرعاية، حيث اشتمل الحفل الذي تم في أجواء عائلية بهيجة على فقرات ترفيهية رسمت الفرحة في وجوه الأطفال والحاضرين. اليوم كان نهار كتير حلو بالإيج هانتينج، يعطيهم العافية الكشافة كلهم كل أفرادها، من قائدهم لكل الأفراد، كتير تعبوا مع الصغار ومع الأهل بالترتيب وبالتنظيم، خصوصا كان في كمان اختلاف بالطقس فاختلفت كل ترتيبات المجموعة وقدروا يسيطروا على الموضوع. بشكرهم كتير وبقولهم يعطيهم ألف عافية لأنهم كتير بتعبوا، غير عن اليوم الإيج هانتينج كان اجتماعهم الدائم يوم السبت رهيب، كتير بتعبوا، كتير بيعلموا الأولاد أشياء دينية اجتماعية، بقوا شخصيتهم، بعرفوهم بكتير أمور حياتية. إحنا كمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية اللاتين الويبدة جينا شاركنا مع إخواننا، ساعدنا إنه نكون كمان نزرع البسمة على وجوه الأولاد، وإحنا قاعدين عم نستعد في فترة الزمن الأربعين، فترة الزمن المقدس، عم نستعد لاستقبال ولقيامة الرب يسوع من بين الأموات. جو كتير عائلي ورائع، والأطفال أهم شيء كتير مبسوطين، ومع أني مش أنا كتير يعني بالشبيبة باجي يعني بشكل منتظم، بس الجو عائلي ورائع يعني زي كأني كل يوم عم باجي، وأهم شيء زي ما حكيت ابني كتير مبسوط وولادي مبسوطين وكتير حلو. كل سنة وانت سلمين. تاسع سنة إلنا على التوالي بنعمل أج هونتينج للأطفال. طبعا إحنا اللي بيختلف عنا الأج هونتينج شفتنا إنه منوصل رسالة دينية من خلال الأج هونتينج، مش بس بيكون أج هونتينج. وطبعا حابين نشكر فضائية نورسات دائما على تواجدها معنا. أج هونتينج تبع الكشاف كان كتير حلو وكتير انبسطنا لأنه هذا الأج هونتينج.